طب انا عندي خبر جامد جدا. ايه اللي اقول لوايح؟ بص بقى الخبر العظيم ده، المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه في تصريح لي ده على يلا كوره اهو، يعلن اعاره لاعب سموحه لكره اليد محمد مجدي للزمالك 10 ايام مقابل 20,000 جنيه، تمام، ثم بعد اعاره الزمالك ما تنتهي يتباع للاهلي ب 2 مليون جنيه. طب ما هي دي الرياضه، وده راجل كان مسؤول عن في مجلس الشعب عن ايه؟ ان هو يحط قانون الرياضه، صح؟ هو كان رئيس لجنه شباب الرياضه. ايوه انا بكلمك، العلاقه ان هو العلاقه ان التصريح دوت، ما هو عمل كده، ما ايوه هو تصريح، هو تصريح ما هو ده مش هو خلي تصريح، بالك، هو اتفق بس مع النادي الاهلي اللي هو ممكن يبيعه له، وهو بيعمل كده عشان يغلي السعر على نادي الزمالك، وهو اللعيب عاوز يروح الزمالك. انا بجيب لك القصه كلها، انا عارف القصه بشكل كويس. فهو بيحط اصلا ضغط على اللعيب نفسه، ويحط اللعيب في مشكله، اللعيب بتاعه بيحطه في مشكله. مش وارد اللعيب بتاعه بس ما هو يروحش بيقول الاهلي خبأ، هو ولا يروح الزمالك بعد العشر ايام دول. ده بيقول انا احط اللعيب في الحته دي اللي انا بلعب مع نادي الزمالك بطوله، افرض اللعيب غصب عنه ضيع كوره، ضيع كوره مهمه في الماتش، ضيع حاجه في الماتش، انت قصدك لو الاهلي والزمالك قابلوا بعض ما مثلا، هيلعبوا بعض في السوبر الافريقي، ما هو رايح يلعب السوبر مع الزمالك ضد اللي هو الاهلي. الاهلي اتعاقد فيه مع علي زين ده. ايوه ضد الاهلي، وهو بيتكلم اللي هيلعب في العشر ايام دول هيلعب السوبر بعد ثلاث ايام، وبعد كده يروح الاهلي. بعد كده هيروح الاهلي. انا احط اللعيب بتاعي ليه في المأزق ده؟ وليه اصلا احط اللعيب في اخلي حواليه شبهات؟ افرض اللعيب مش موفق في ماتش للزمالك في يبقى هو مع عشان رايح الزمالك، الاهلي بقى، يقول لك عشان هيتقال راح ان هو عشان الاهلي، رايح الاهلي. ولو مش موفق يقول لك لا ده ما هو بطوله السوبر ديت بتوصل لكاس العالم للانديه السنه الجايه. بس هو خبر غريب بصراحه، ما هو حاجه صح؟ مش اعاره الزمالك معقوله 10 يعني. ايام بقى بعد ال 10 ايام للاهلي، لا هي حاجه مش معقوله، هو بيحاول يبقى شاطر في الحته ديت. انا بقول لك اللعيب ما راحش الاهلي لحد دلوقتي، هو اعاره للزمالك بس هو بيقول والزمالك. ما انا بقول لك هو كاتب كده، هو شاطر في حته التسويق، فهو مفكر ما هيقول خبر زي ده، بس هي هربت منه في اللي هو يقول الكلام ده. الصراحه حاجه مش معقوله، حاجه ما تتقالش في الرياضه اصلا يعني، ان انا احط لعيب تحت الضغوطات، احط لعيب تحت الشبهات ديت، يبقى الموضوع صعب جدا. هو اللعيب بعد 10 ايام حتى لو هيروح، لو نفرض ان كلامه صح، اللعيب هيروح الاهلي هيكسب الاهلي ويروح النادي الاهلي. طب ما هو ممكن يقول لك اللعيب هيفوت للاهلي مثلا ويروح يلعب مع عشان يلعب مع الاهلي كاس العالم للانديه. انت تحط اللعيب في طب هو الزمالك حاجه، واخده ليه اذا كان رايح للاهلي؟ ايوه هو الزمالك واخده اعاره. ما انا بقول لك ان كلامه ما اللي هو ممكن بيقول، يلغي الاعاره ايوه لما انا بقول لك يعرف كده. هو كلامه اللي بيقوله دوت مش اللي مش عموما الاتفاق اللي هو موجود. هو افيه ما انا بكلمك، هو عايز يعلي سعر اللعيب عشان الزمالك يخش فيه خناقه. طب وماله، هو ماله، هو بقى اهلي وزمالك، هو عايز يعلي السعر، يبقى ده حاجه ما مصلحة. هو يعلي السعر في ما دي مصلحة، بس مصلحته. هو ما ينفعش كرئيس نادي يحط اللعيب بتاعه في وش المدفع بالطريقه ديت. يعني انت قول لي، انت بيسوقه. بيسوقه ازاي؟ انا مش بعيد عن انه يروح اهلي، بيسوقه. ممكن الزمالك يقول له خلاص هاخد انا بثلاثه يبقى كسب. ايوه ماشي، ما هو ممكن يقول له كده، وممكن ما يستنى بقى بعد ما البطوله تخلص وما يحطش اللعيب في وش المدفع كده. ما انا بكلمك في حاجات تاني بابعاد تاني. طب افرض مثلا يعني الابعاد اللي انا بقولها لك ديت هو مهمه دلوقتي، ولا مش طب مهمه؟ افرض هو مضى دلوقتي مع الزمالك اقرا 10 ايام والاهلي طلبه دلوقتي وعايز يمضي العقد، يقول للاهلي لا استنى ما اخلص يعني، ممكن يكون خلص مع الاهلي والراجل اعلن يعني، يبقى هو صح. وجهه نظر صح، الراجل اللي كان بيحط قانون الرياضه في مجلس الشعب. طب وماله، ايه علاقه ايوه قانون الرياضه والراجل ده على فكره المهندس فرج عامر هو راجل كان رئيس لجنه الشباب اللي بتحط التصور، القانون اللي حطه مجلس النواب كله يعني اللي هو بيحط التصور، والتصور ده اتبنى على ناس كتير راحت ونقاش في مجتمع الرياضه وناس راحت واتعمل القانون والرئيس صدق عليه في 2017 يعني. يعني مش فاهم نهوض علاقه الرياضه ده بعدها الرياضه نهضت. تعرف انا اكتر حاجه مزعلاني بعد ما بطلت كوره ايه؟ يعني هو الواحد لما ايام ما كان بيلعب كوره كان بطولته كلها جوه الملعب، بمعنى ايه؟ انا بايدي نجاحك الكاس اللي تاخده او البطوله اللي تاخدها باجتهادي وجهدي وعرقي جوه الملعب باخد مكافئته، ان الناس رد فعلها بتحبك بتشجعك بشكل كويس.